السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة كروشيهاتي. النهاردة هنعمل مع بعض السكارف الجميلة دي سكارف زي الانفينيتي كده، بس هي احنا عملنا لها تكنيك كده، هتطلع معاكي باللفة دي تتلبس فوق الهدوم، بتبقى شكلها ظريف قوي. عملتها بشلة واحدة، يعني انت لو عندك شلة خيط واحدة تقدر تعملي بيها السكارف دي. انا عملتها بخيوط كورتوبا بونتو براينز. الشلة دي 110 متر. انا استخدمت معاها، هما قايلين الابرة بتاعتها من 6 لـ 7، 6 أو 7. انا استخدمت معاها الصراحة ابرة رقم مقاس 8 عشان عايزة السكارف تطلع طرية. السكارف دي الصراحة اتعملت معايا بسرعة جدا، يعني في الشغل بتاخد معاكي مثلا ممكن ساعة ونص بالكتير قوي وتبقى خلصانة، وطريقتها سهلة. يلا بينا نشوف. انا هبتدي بابرة مقاس 8 وهعمل 98 سلسلة. السكارف بتاعتنا دي المفروض تعملي سلاسل عددها يتقسم على 4، وبعد كده تزودي عليها سلسلتين. يعني مثلا انا هعمل 98، انا حسبت ان 96 × 4 هيديكي 24، وبعدين هتزودي سلسلتين. فلو حبيتي تكبري او تصغري هتاخدي عدد سلاسل يتقسم على 4 وتزودي عليه سلسلتين. يعني دلوقتي هعمل 98 سلسلة. 2 5 6 7 8. بعدين هدخل الابرة في اول سلسلة عملتها واسيب السلسلة دي جوه الابرة وارجع اكمل شغل. انا عملت الطريقة دي كده وكده 10 عشان السلسلة دي ما تلفش معايا، يعني انا عايزة اتجاهها يفضل ثابت في الشغل، فعملت الحركة دي. هكمل 98 سلسلة. خلصت 98 سلسلة، دي اخر سلسلة عملتها، وبعدين هخرج من الاول سلسلة انا فيها بمنزلقة الشكل ده. بعد كده هلاقي بقى عندي السلاسل اتجاهها مظبوط. هشتغل في اول سلسلة، يعني دي اللي انا دخلتها، يقابلني واحدة هنا، هعمل فيها عمود من غير لفة. بعد كده هعمل 3 سلاسل واسيب من هنا 3 سلاسل، 1 2 3، واعمل في الرابعة عمود من غير لفة. بعدين 3 سلاسل وبرضو سيب 3 سلاسل من تحت واعمل عمود من غير لفة. همشي بالطريقة دي في السطر كله، 3 سلاسل وفي هسيب 3 سلاسل وفي الرابعة عمود من غير لفة. بالشكل ده هكمل السطر للآخر. هنا خلصت السطر الاول وصلت للاخر. انا عندي هنا ده سطر السلاسل من تحت، وانا اشتغلت من فوق كده. بس انا هعمل تركاية بسيطة، هعمل اخر 3 سلاسل عندي. المفروض بقى ان انا بقفل السطر واكمل عادي. انا هعمل حاجة بسيطة، ان انا هقلب، يعني ده السطر الاول هقلب كده واقفل من عند السلسلة الاولى اللي انا اشتغلت فيها في سطر السلاسل بمنزلقة بالشكل ده. التركاية دي هي اللي هتدي للسكارف الكيرف ده وهي ملبوسة. هبتدي دلوقتي بالسطر رقم 2، هرتفع بيه 4 سلاسل، 2 3 4، وهعمل في نفس المكان هنا عمود بلفة بالشكل ده. يبقى انا بعد ما قلبت الشغل دلوقتي بشتغل تاني على السطر بتاع السلاسل. هعمل برضو هسيب 3 سلاسل اللي هنا دول، هيقابلني العمود اللي انا عاملاه من تحت، هعمل من فوق هنا عمود بلفة سلسلة عمود في نفس المكان. هكمل برضو هسيب 3 سلاسل واعمل عمود سلسلة عمود بالشكل ده. انا بشتغل على سطر السلاسل اللي انا بنيت عليه. بعدين هعمل برضو عمود سلسلة عمود، هكمل السطر كله كده للآخر. طيب انا هنا وصلت في الشغل لحد السلسلة اللي انا ابتديت من عندها دي، سلسلة البداية. هعمل ايه بقى؟
هعمل هكمل بقى، مش هقفل طبعا هنا، هكمل الشغل. يعني عندي دي اخر عمود عملت فيه عمودين سلسلة، عمود سلسلة عمود، هنتقل للعمود اللي بعديه واشتغل فيه، وافضل ماشية كده على كل عمود فوقيه اعمل عمودين بينهم سلسلة، لغاية ما اوصل في الشغل لحد الاربع سلاسل اللي انا ابتديت فيهم دول، وهقفل بالسلسلة رقم 3. يعني انا لو كملت كده الصف اللي انا بشتغل عليه هيوصلك في الاخر، هتشتغلي لغاية ما توصلي للعواميد للسلاسل دي. يبقى هكمل بالطريقة دي. هعمل دلوقتي بقى عندي التعدل، يعني انا بشتغل فوق كل عمود كنت عاملاه من غير لفة، هشتغل فوقيه عمودين، عمود سلسلة وعمود بالشكل ده. انا وصلت اهو لاخر السطر، كملت زي ما قلت لكم بالطريقه دي، وصلت للاربع سلاسل اللي احنا عملناهم، واقفل بالسلسله رقم 3 بمنزلقه بالشكل ده. بعدين هعمل هنا هرتفع بيه سلسله واحده، وهعمل في النص هنا عمود من غير لفه، وهعمل زي ما عملت في السطر الاول 3 سلاسل، وهعمل في النص نص الفي دي عمود من غير لفة، 3 سلاسل في النص عمود من غير لفة. برضو كده هفضل اشتغل على طول السطر لغاية ما اوصل لأول سلسلة انا عملتها. هي خلاص كده هتلاقيها بتلف معاكي اوريدي، ان هي خدت الكيرف اللي احنا القلبة اللي احنا عملناها. خلاص وصلت لاخر السطر، عملت هنا اخر عمود من غير لفة، بعدين هعمل 3 سلاسل وهقفل بيه منزلقة في اول غرزة انا عملتها بالشكل ده. خرج معايا الوصلة دي، الطريقة دي. وبعدين بعد برتفع بأربع سلاسل، 2 3 4، 3 بمثابة عمود وواحدة فاصل، وبعمل في نفس الغرزة عمود بلفة. بعدين بنتقل للعمود اللي بعده، برضو عمود سلسلة عمود، بعدين عمود في العمود اللي بعده سلسلة عمود بالشكل ده. بكرر في السكارف كلها، بكرر السطرين دول، سطر الفي وسطر اللي هو عمود من غير لفة 3 سلاسل، وفي النص عمود من غير لفة. تفضلي تكرري السطر ده لغاية ما توصلي للطول اللي انت تحبيه او المناسب ليكي. هكمل السطر ده، وبعدين هنعمل بعديه السطر اللي هو عمود 3 سلاسل عمود، وهكذا. وصلت للطول المناسب للسكارف. انا عملت دي بقى طولها حوالي 18 سنتي، عملت اخر سطر فيها اللي هو 3 سلاسل عمود من غير لفة 3 سلاسل، وهقفله هنا بمنزلقة. بعد كده هقفل السطر وقص الخيط، وهننظفها من الخيوط اللي فيها، خيوط الزيادة هدخلها جوه، ممكن تشتغلي بإبرة مقاس أصغر. دخل الخيط وسط الغرز، الشكل ده. لحد ما يختفي معايا. بالشكل ده. بعد كده خلاص كده ده كان الشكل، ده الشكل النهائي ليها. شكلها جميل، واخدة الكيرف ده وبتتلبس، بتبقى حلوة في اللبس. طريقتها سهلة جدا، ممكن تتعمل معاكي، ما تاخدش وقت خالص، سهلة وسريعة. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.